انا شفتك يا نور، شفتك يا نور، اسمعني انا شفتك. الفنان سري نجار، ربما لا نتذكر اسمه، لكننا بكل تأكيد نتذكر دوره في فيلم الساحر من خلال شخصية حمودة الذي كان يحب الفنانة منة شلبي ضمن أحداث الفيلم الشهير الساحر للمخرج الراحل رضوان الكاشف. الفنان سري نجار فنان مصري من مواليد مدينة الإسكندرية، حيث ولد في 1 يناير عام 1976. درس المسرح والفلسفة في الجامعة الأمريكية، ثم سافر إلى إنجلترا لدراسة المسرح. برع في أداء أدوار الشر، حيث جسد دور البلطجي وساعده في ذلك ملامح وجهه. شاهده المخرج الكبير أسامة فوزي في مسرح الجامعة، فأسند له دور عادل البوهيمي صديق المتوفي طبل محمود حميدة من خلال فيلم جنة الشياطين عام 1999. أدى دور حمودة بائع حمص الشام الذي يحب نور الفنانة منة شلبي ابنة منصور بهوجة محمود عبد العزيز من خلال أحداث فيلم الساحر عام 2002. شارك في العديد من الأفلام مثل فيلم الساحر وديل السمكة وخريف آدم والمدينة وجنة الشياطين، كما شارك من خلال الدراما التلفزيونية في مسلسل مخاوي الديب ومهاجي الأواجيد. تحدث الفنان سري نجار أن فيلم جنة الشياطين كان أولى تجربة له، وساعده في ذلك المخرج أسامة فوزي كثيرا لأنه لم يكن يجيد قراءة العربي، وكانت أغلب العروض التي يقدمها في الجامعة الأمريكية، فاشتغل معه على الشخصية التي لعبها في الفيلم، وكان معه الفنان عمرو واكد وصلاح فهمي وكارولين خليل، وبدأت البروفات في مكتبه بوسط البلد. كما يعتبر أن الفنان الكبير محمود حميدة هو الأب الروحي له، وأول فنان يقف أمامه سينمائيا. الفنان سري النجار اعتزل الفن تماما عام 2003، ونشر في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك صورة له وهو حاليا يعيش بدولة السويد ومتزوج وله أولاد، وينشر العديد من الصور والفيديوهات عبر قناته الخاصة على موقع اليوتيوب.